محد في الدنيا خلي مظلوم ولا مبتلي محد في الدنيا خلي مظلوم ولا مبتلي حتى اللي عايش مخملي حتى اللي عايش مخملي أحيان يسعى يلا بسوم دقي عي يلا حاضر ما رد؟ لا الحين بيرد صبر ان شاء الله ما يكون مشغول لحظة الو الو هلا سلمان شلونك حبيبي؟ هلا والله يا ابوي شلونك شخبارك؟ تمام شخبارك انت شلون صحتك؟ سلمان شلونك؟ حاجيك تمام الحمد لله هلا من نوره شخبارك ابوي؟ تمام الحمد لله واي البيت من غيرك يلوع الكبت سلمان مكانك خالي مشتاقين لك موت اخوين جدي شاورين قلبي بعد عمري لحظة اسمع من بي حاجيك هلا خالي شلونك؟ هلا ابوي هلا حبيبي شلونك؟ بخير كلها الفانيلا اللي انت تبيها خالي ابي فانيلا من فريقك يقول لك من الفريق اللي تلعب معايا بفانيلا يعني حاضر يا مرمر يسلم عمرك اقول لك محتاج شيء احاكيك الشقه اللي انت فيها مرتاح اصدقائك ربعك يعني شلون تاكل تشرب ملابسك كل شيء اوكي الحمد لله
الحمد لله الحمد لله كل شيء بخير، لا تحاتون. سلمان يطول عمرك ابوي، انت اي شيء ينقصك اي شيء يكسرك فلوس على طول كلمني، ترى سهل احول لك مو تنسى. ان شاء الله ان شاء الله يا غالي، دعواتكم. وهلا هلا بالعطورات والهدايا والصوايغ. الله يوفقك. اقول لك يما سلمان، سلمان حبيبي سامعني؟ اي سامعك ابوي. حبيبي امي ما وصيك، هلا هلا بالاخلاق العاليه والسلوك الراقي، انت رايح تمثل بلدك زين امي؟ صوته قام يقطع. يلا حبيبي ما اطول عليك، كلنا مشتاقين لك يا بعد عمري. شغل الكام شغل الكام عشان بحاجيك بالانترنت. ماشي ماشي باي. يلا يا حبيبي مع السلامة. مع السلامة. ريم ريم ريم، ريم وين راحت هذه؟ ريم شفيك يما؟ ريم شفيك؟ هلا حبيبتي. هذا الدفتر ابيك تعطينه حق منال لو سمحتي. ايش في هذا الدفتر؟ ما في شيء يعني، بس انا طلبت انها تكتب لي كل اللي تتذكره وانت تجيبي لي عشان انا اقرا. يعني دفتر مذكرات؟ يعني تقريبا. خلي عندك ومو تنسين باكر تعطين هي. يعني انا حبل الوصل بينكم. حبل الوصل والموده وكل شيء بيناتنا. يلا تصبحين على خير. انت من اهلا. نوافت على بيك. هلا طال عمرك. اسمع نواف، المعلومات هذه اللي انا قاعد اكتبها الحين ابيها كلها تكون موجوده عندي هنا بالملف ان شاء الله، خصوصا عن المتهمه واهلها، لازم تنحط بالملف فاهم؟ ان شاء الله وبسرعه، ما بي اي ورقه تضيع من الملف. يلا بارك الله فيك. ابشر، اليوم او بكره راح تكون كل المعلومات اللي طلبتها على المكتب. يلا بارك الله فيك بسرعه. ان شاء الله. الو، هلا سعود. بخير الله يسلمك، انت شلونك؟ لا الحمد لله بشرك، انا بخير ولا كلهم بخير. ابيك شوي باخذ رايك في موضوع. اي نفس القضيه اللي هي، اي نفس القضيه بالضبط، نفس القضيه هذه. بارك الله فيك. لا لا على راحتك. لا انا ماني مستعجل. اليوم باكر عقب باكر اللي تبي. حياك الله. بس لا تأخر علي وايد. مشكور يا سعود مشكور. بارك الله فيك. يلا في امان الله. جراح كلمته وعرفت كل اللي أبيه. راس الحربة يعقوب. لازم أقعد معاه وأكلمه. ضروري. هي رتاج مفتاح أخوها يعقوب، بس شلون تشهد عليه؟ أكو أخت تشهد ضد أخوها
وهي تحب منال وتعزها وايد وايد، بس بعد لا يمكن توقف ضد اخوها. بالتاكيد يا استاذه، ما فيش اخت بتشهد على اخوها. طيب حضرتك هتعملي دلوقتي؟ ما ادري والله يا عماد، خليني افكر شوي. شكرا. هلا من نور. شكرا يا عماد. ها حبيبتي. لا لا ان شاء الله ما راح اتاخر. ان شاء الله شويه وياه. مع السلامه. تلقى يعقوب المحاميه بسمه تقدر تطلع منها البراءه؟ هذه بين عليها مو هينه، بس الحمد لله ماكو شيء يثبت تورطي بالقضيه لا من قريب ولا من بعيد. موقفي انا بالسليم عكسهم. شاني يا ممدوح، كل ما تشوفني المفروض تجيب شاني. الو. هلا خالد. هلا والله عود. قدحاتيك جازك كله مغلق؟ ايه ابي اشوفك ضروري. باكر ماشي ماشي. يعطيك العافيه. هلا والله. هلا شاني. اقول يما. هلا حبيبتي. بكلمك بموضوع. موضوع؟ خير ان شاء الله. في واحد معي بالجامعه يبي يخطبني. يخطبك؟ منو هذا ومنو ولده؟ اسمه حمد يما، وهذا اخر كورس له بالجامعه، وان شاء الله بس يخلص بيخطبني. وي هذه الساعه المباركه يا بنيتي، ان شاء الله يا ربي اشوفك عروس. اي ما بس. بس شنو خير؟ ايش فيك؟ تظنين إعاقتي راح تمنع زواجي؟ يا حبيبتي هو ما قال لك انه بيخطبك وبيتزوجك الا هو مقتنع فيك؟ يعني ما يصير يخطبك كذي مني والطريق؟ تقين كذي يما؟ اكيد يا بنيتي، وان شاء الله الله يكتب لكم اللي فيه الخير. امين يما. يا حالات بنيتي يا مفاجأة حلوة صح؟ نعم خير. ايش عندك؟ منيرة فيك معصبة. اعتقد ان كل شيء انتهى بيننا، مو عدل؟ لا كلامك مو عدل، ما في شيء ينتهي بيني وبينك لو شنو ما يصير. لا والله، ليش؟ من اللي قال لازم كل شيء بيننا ينتهي؟ انا ولا انت؟ اعتقد ان انا فيني زهايمر، يمكن والله وانا ما ادري. منيرة لا انا ولا انت فيك زهايمر، وبعدين ايش فيك ما تسامحين؟ ترى المسامح كريم، واللي فات مات. ها هذا انت قلتها بلسانك، اللي فات مات، ومنيره اللي كانت تحبك ماتت. منيره اعتقد انت للحين تحبيني، والكلام هذا كلام ورا قلبك، وبعدين ايش فيك مرات تنسين؟ يوم تنسين يوم ترضين. رائد واللي يسلم عمرك، انا راده من الدوام تعبانه ومالي خلق نفسي. انا بعرف انت ليش مو راضي تخليني بحالي، ايش تبي؟ منيره انا احبك، واذا ما تبيني قولي لي وما راح تلقين وجهي هني كلش. انا ما ابيك يا اخي، افهم، ما ابيك ولا ابي اي شيء يذكرني فيك. ما ادري، سالي الاستاذ. شلون استاذه بسمه؟ زين الصاير. ابيش تفهمين منيره اني انا احبها وابيها. لا تجيب اسمي على لسانك. شش. ليش دخل؟ شان تفضل استاذ. تفضل. شكرا.
رائد، ترى ماكو شيء بالغصب، ومنيرة كانت بين يدينك وانت اللي ضيعتها، عدل كلامي ولا لا؟ استاذة بسمة، كلامك كله عدل، وهذه غلطة وانا متحسف عليها قد شعر راسي، ومستعد اعوضها عن كل اللي راح. غلطة عن غلطة تفرق، وانت الحين ريال متزوج وما ادري كان عندك طفل او طفلة ما ادري. بس انا ابي اختك على سنة الله ورسوله. يعني تبي زوجة ثانية؟ لا هو عيب ولا هو حرام. وزوجتك شنو موقفها؟ عفوا استاذة بسمة، زوجتي ما لها علاقة بالموضوع، وانا حر اتزوج اللي ابيها. شو الحكي؟ كلامك مو منطقي، هذه زوجتك ولها حق عليك، ولا مني والدربة تبي تتزوج عليها لأنك شفت حبك الأولاني، حبك منيرة اللي بعته. أنت إيش حقك تكبري الموضوع؟ وبعدين سألي منيرة بتوافق ولا لا؟ من صدقك؟ أختي الزوجة الثانية، والأولى يعني بالله شو تسوي؟ تطق راسها بالطوف وعجبها عجبها ما عجبها أوكي تروح بيت أهلها؟ شو الحكي رائد؟ عفوا أستاذة بسمة، لا تسوي لي فيها دراما، وبعدين أنا لا أول ولا آخر واحد اللي تزوج على زوجته. كلك على بعضك دراما. ولو سمحت مرة ثانية لا تتصل بأختي ولا تحاول تشوفها، وإذا شفتها بطريقك تدور وجهك عنها، فاهم؟ يعني اعتبره تهديد هذا؟ اعتبره اللي تعتبره. ها ايش قلتي له؟ شو ايش قلت له؟ فهمته خلاص، قلت له انساها. شنو؟ انساها؟ اي انساها. وهو ايش قالت لما قلتي له انساها؟ قال اللي قال يولي، احنا شكو فيه. شلون يولي؟ شلون يولي؟ كذي خلاص انساها انساها خلاص انساني؟ انت ما تفهميني شنو اللي تبينه بالضبط، فهميني عشان انا اعرف. معناته الريال معاه حق في كل كلمه قالها. ايش قصدك حبيبتي؟ اقصد اللي اقصده. منيره منيره منيره، انا حاجيش ولما اكلمك توقفين وتكلميني؟ منيرة! مرزوق، ايش فيك هلا بنتك؟ ترى ريم بنتنا الوحيدة وما لنا غيرها عقب وفاة المرحوم. حرام عليك اللي قاعدة تسوي فيها. البنية معورة قلبي. أنا الكل معور قلبي. أنت وريم. أنا نفسي يا منى ماني عارف شو أسوي. وفاة فراس أثرت فيني. عورت قلبي، هدت حيلي. إي والله يا مرزوق. أنا الليل ما أنام، الضيقة ذبحتني، ذبحتني على وفاة ولدي اللي انقتل. بس الواحد شي يقول؟ ما يقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا منال. الله يرحمه ويغمد روحه لينا. مرزوقة بتكلم معاك بموضوع. أدري في الموضوع، تتكلمين عن ريم وخالد من كذي؟ إيه، خلينا نتكلم صراحة. البنية تبي؟ أدري إن البنية تبي. أصلاً ريم ما تعرف تخش شيء. دام إنك تدري، أي ليش ما وافقت على الشراكة؟ طبعاً عقب ما يتزوجون. يا مرزوق، أبطمن على بنيتي في حياتي. بعد عمر طويل إن شاء الله يا فراس. لكن موضوع الشراكة مو وقت الحين. إي ليش يا مرزوق؟ إذا على الناس ترى ما حد نفعنا يوم توفى ولدنا. فراس، الله يخليك، قلت لك الموضوع هذا مو وقته، ولا تكلميني بالموضوع هذا مره ثانيه. انزين ليش؟ قل لي شو السبب. من غير ليش ومن غير ما اقول لك السبب، خلاص انا تعبان وابي ارتاح. يلا. Thank you.
ريم يما، حاجيني حبيبتي، ايش حكيك قاعدة كذي؟ صدقيني كل اللي تبينه راح يصير، انا راح حاجي ابوك، ما راح تسمعين الا اللي يسعدك ويفرحك يما. حبيبتي ريم قومي معي. أنا وايد خايفة على ريم. علامك أنتي رايحة رادة على ريم، ريم ما فيها إن شاء الله إلا العافية. يا الحين زعلانة وباكر ترضي؟ لا يا مرزوق، الحالة اللي أنا قاعدة أشوفها تكررت أكثر من مرة، نفس الحالة اللي قلت لك عنها، وأنا وايد خايفة. يا بنت الحلال، اللي سمعك يقول أنتي غشيمة عن بنتك، بنتك لها تصرفات غريبة وأنتي تدرين فيها، وبعدين هي راسها يابس عنيدة، اللي تبي تسوي. لا يا مرزوق، بس الحالة اللي بنية فيها ترى مو زينة ومستحيل نسكت عنها يا مرزوق، وأنا وايد خايفة عليها وماني مرتاحة. أنا أدري ليش تقولين هالكلام، أنت تبي تضغطين علي علشان أوافق على الشراكة. سمعي عاد، قلت لك أنا ماني موافق الحين، كل شيء بوقته حلو، والموضوع هذا سدي ما أبي أسمع نهائيا. أنت واحد ما منك فايدة، أنت اللي راسك يابس واللي تبي تسويه تسويه. يا ربي يا ربي، أنا سويت بحياتي؟ ليش كذي قاعد يصير فيني؟ كل شيء على راسي، أنا اللي فيني مكفيني، ما حد بهالبيت حاس فيني. استغفر الله أحلالي العظيم من كل ذنب عظيم. الله يرحمك يا فراس، رحت حطيتنا بدوامة ما يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. خير يا ويا البومة. ضحكني وايد. طول بالك علي يا بيك بوس، ابيك بموضوع ضروري. شنو موضوعك ضروري؟ خلصني. ألف مرة قلت لك لا تدق علي ولا تأذيني ولا بشوف رقعة وجهك، ايش تبي؟ محامية بسمة عبد العزيز، تعرفها؟ ايش فيها؟ منو ما يعرفها؟ محامية منال. في حكي داير بين الناس ان المحامية بسمة تبي تطلع منال براءة، وعندها اللي يثبت هذا الشيء. زين وش تبي الحين؟ فلوس. فلوس. ما تسع على وجهك، ما تشبع، وكافي اللي عندك. اللي عندي طال عمرك راحوا، وعندنا عندك خير. الحين محتاج انا. خلاص باكر مرني وبعطيك اللي تبيه، بس على شرط ما ابي اشوف رقعه وجهك مره ثانيه، فهمت؟ احنا طال عمرك ما اقدر ما اشوف رقعه وجهك، لما نشوف وجهك كل يوم، لما نسمع صوتك طال عمرك يا استاذ خالد، وغير كذي ابيك تسلمني وايد على ريم يا بيك بوس. فلشت بهذا اللي اسمه عقب. أنا القبيل اللي قربته مني وثقت فيه، وجوده وتهديده المستمر لي خطر، لازم ألقى لي حل، لازم. ماني عارف شلون أقدر أتخلص منه.
حبيبي ليش متضايق؟ لا أبد حبيبتي ماني متضايق، بس الظاهر من كثر الشغل بالشركة راسي قام يعورني. أي شغل الله يهداك. أنت قلت لي إنك فاضي هالأسبوع والشغل يبلش الأسبوع الجاي، وين الشغل؟ ليش ساكت؟ وليش كله متضايق ومهموم؟ يلا قوم تعشى معاي. حبيبتي قلت لك ماني مشتهي، ما ابي اتعشى. وانا كل ما حاجيتك قلت لي ما اشتهي وما لي خلق، ما يصير كذي. زين تعشى انت، انا بتعشى ثاني. ماني متعشيه، واللقمه ما راح تطب بحلجي اذا ما قمت قدامي الحين، يلا قوم. ان شاء الله. يلا قدامي يلا. والله كله متضايق، مالي خلق، مو مشتهي اكل، ما ادري شنو، ما يصير. تعود ليس سم بالرحمن. بطاطا كلي حبيبتي كلي، انا باكل. السلام عليكم. هلا يمه. هلا حبيبتي. هلا والله هلا. هلا يمه. هلا هلا. شلونك يمه؟ الحمد لله يمه، الحمد لله. تعالي حبيبتي تعالي تعالي اقعدي يا يمه، والهانه عليك. انا زين. يمكن احد مضايقه في الشركه؟ لا يمه ما اتوقع، اموره ماشيه تمام بالشغل. زين يمكن متخانق مع احد؟ ما اعتقد انه متخانق مع حد يمه. بعدين انا كلمت رفيجه راشد قال لي ان شغلهم ماشي تمام، فما في مشكله بالشغل. زين يمكن متخانق مع ابوه، امه، اخت ريم؟ ما اعتقد يمه، كلش ما اعتقد. زين يمكن انت سويتي شيء بدون قصد مزعلته منك؟ او يمه ايش فيك؟ انا ما قلت له شيء ولا زعلته. بعدين زعلت فراس هذه شايده، احس انه وراها شيء. والله حيرتيني يا منال، ما ادري ايش اقول لك. والله انا اللي ما ادري ايش اسوي. فراس حبيبي شلونك؟ بخير الحمد لله. لا والله انت فيك شيء مو طبيعي، ابي اعرف شنو فيك. فراس كلمني قول لي حاجني ايش فيك. ما فيني شيء، بس احس اني تعبان وابي اروح ارتاح شويه. فراس وين رايح؟ لحظه انا قلت لك ما فيني شيء خلاص. فراس قاعد اسالك. انزين خلنا نتناقش. تصبحين على خير. قررت يا أستاذة بس ما أعرف، لأن السالفة طالت وطال حزنه وسكوته. حلو بدأت تتكلم منال وتطلع الخافي. قولي. وقررت أعرف إيش فيه فراس، لأن ما عاد فيني صبر على هالوضع. Thank you.
فراس، فراس أنا أدري إنك قاعد، قوم حاجني وقول لي إيش فيك. أنا حبيبتي قلت لك ما فيني شيء. إيش اللي ما فيك شيء؟ فراس لا تجنني، لا تشككني بعمري، أنا مسويت لك شيء؟ قلت حجة، طلع اللي بقلبك كله، أنا بسمعك للآخر. أنت تدرين إيش كثر أنا أحبك، مو كذي؟ أدري، وأنا بعد أحبك. أبيش تثقين بالله ان اللي بقول لك اياه الحين ما له علاقه بحبنا، لاني انا مثل ما وعدتك راح احبك لاخر يوم بحياتي. راس ايش فيك؟ لا تخرعني، قول لي ايش فيك؟ هلا احنا لازم نتطلق. لا تصعبين الأمور لا علي ولا عليك. أنا هذا قراري واتخذته خلاص، واللي تأمرين فيه أنا حاضر.
لما كنا بشهر العسل رحت سويت تحاليل. سبحان الله قلبي كان قارص لي. الأطباء كلهم قالوا لي ما أقدر أجيب عيال. ولا تكملين وتقولين أي شيء. ترى أنا حاولت وحاولت وحاولت بدون لا تدرين. ما خليت تحليل ما سويته، ما خليت طبيب ما رحت له. كلهم قالوا لي نفس الكلام. وأنا لأني أحبك. ما أبي أحرمك من العيال. أنت بعدك صغيرة يا منال. علشان كذي فكرت لها ننفصل. مو لصالحك يا منال. خليني اشوف عقب ايش سويتي. لا تضايق عمرك حبيبي. تعدي بالدنيا كلها. انت ابوي وامي واهلي كلهم. ما يهون علي اشوفك بهالحالة واللي الله كاتبه احنا راضين فيه. لا تطالعني كذي. انا ما اقدر اعيش بدونك. راس انت دنيتي كلها. انت اللي دنيتي كلها. يلوموني ليش احبك؟ يلوموني ليش هديت الدنيا كلها هذه وتنسقت بيك. منال انا مالي غيرك. انا احبك ومالي غيرك. ولا انا لي غيرك. الله يخليك لي يا رب. ولا يحرم منك. لا نحرم منك. المرأة إذا حبت عطت روحها، وإذا كرهت سلبت روح غيرها. اللي سويته اليوم مع رائد صح ولا غلط؟ وكني وايد قسيت عليه؟ هذا اللي لازم كنت أسوي معها علشان أرتاح منها. لا اللي سويته عدل، لأن اللي صار فيني مو شوية. خليه يحس ويعرف إني مو رخيصة. وقت ما يبيني ياخذني، وقت ما عمل مني يقطني. اللي يبيع مرة يبيع مرتين وثلاث. آه حبيبتي قاعدة بروحك تفكرين فيه؟ إيه حبيبتي قاعدة ماكو، قاعدة أفكر أراجع حساباتي. قولي قاعدة أفكر باللي صار مع رائد اليوم، صح من نور؟ صح، بس ما أدري قاعدة أقول اللي سويته صح ولا غلط. وش طلعتي بالنهاية؟ صدقين عاد ماني عارفه اوصف لك شعوري
ما ادري كذي شيء ضيقه شيء راحه ما ادري انزين انا عندي لك حل. قولي يا حضره المحاميه. ايش رايك تاخذين عبد الله وتطلعون اليوم وتستانسون شوي وتغيرون جو؟ فكره حلوه وراي جميل صائب. وانتي؟ انا لا عندي شوي شغل ناطره مها بخلص شغله وياها ضروري. قولي ان حضره المحاميه بسمه تبي تحول البيت حقل تجارب وتبي تفكه منه. حاجه زي كده يعني. يلا لبسي بسرعه وانا بعد بروح البس عشان لا اتاخر. باي باي. يبا لنا الله احنا لنا الله حتى الوناسه نستانس بروحنا.